الحمد لله الاجواء كما الشر، كان ماتش كبير بين الفريقين وكانت روح رياضيه كبيره بيناتهم. احنا الحمد لله رغم التاخر ديالنا حاولنا نرجعوا في المقابله ولما نجي صار داكشي اللي تاثر علينا، وكنبغي نوجه للجماهير البرشيديه تسناونا ان شاء الله راه في قادم المقابلات غادي يكون الخير ان شاء الله. والحمد لله من كيرجع الفضل ما بين الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين والخدمه ان شاء الله. واخويا الساعه باقي ما كاين والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.